من جديد مرحبا بكم في هذه التغطية الحية والمباشرة من قناة الحوار في لندن إلى المغرب، حيث سقط عدد من الجرحى بمدينة خريبكا وسط المغرب يوم الثلاثاء في يعني مظاهرة تطالب بفرص للعمل تحولت إلى صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين. معنا مراد راتون وهو عضو في حركة 20 فبراير المغربية من الدار البيضاء. مساء الخير سيد مراد. أهلا أخي. أستاذ مراد، في البداية بعد خطاب الملك أو العاهل المغربي، هل أثر فيكم في تراجعكم أنتم كحركة مظاهرة لديها الآن ثقل إلى حد ما وتنوع مع أنها جديدة ووليدة العهد؟ أخي، الخطاب الملكي لم يأتي بجديد. الخطاب الملكي حاول فقط الالتواء على مطالب حركة 20 فبراير. مطالب حركة 20 فبراير كانت واضحة مسطرة. نحن نريد ملكية برلمانية لا دستورية. مطالبنا كانت واضحة، تغيير الدستور، وأهم بند في الدستور هو البند 19 الذي أقر الملك في خطابه بأنه سيبقى في الدستور المغربي، وأن الشعب المغربي ملتحم بإمارة المؤمنين كما قال. مطالبنا كذلك واضحة في إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإطلاق المعتقلين السياسيين. نحن صراحة فوجئنا. الملك محمد الثالث تحدث في الخطاب عن إصلاحات وعن مزيد من الحريات وعن 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 وعن، ولكن في الواقع تفاجأنا يوم 13 مارس في ساحة محمد الخامس بتدخل وحشي لقوى القمع المخزنية، أدى إلى مئات الإصابات وأدى إلى العديد من المعتقلين. سيد مراد، لكن بالمقابل حتى هذه المفاجأة لم تكن فقط من 20 فبراير، خطاب الملك قال فاجأ حتى أقرب مستشاريه، لأنه خطاب كما قالوا هو ثوري تجاوز سقف مطالب حركة 20 فبراير، صح أم لا؟ وأعطى الشعب حق الاختيار الملكية التي يريدها عبر استفتاء شعبي، فماذا تريدون أكثر من ذلك لا يا أخي، نحن نناقش في الدستور البند 19. البند 19 ماذا يقول؟ البند 19 الذي أقره الملك في خطابه، قال أن البند 19 سيبقى في الدستور ولن سطر أي تعديلات. البند 19، البند 19 هي يتحدث عن إمارة المؤمنين وأن الملك هو رجل مقدس. إذا نحن لا نتحدث عن ملكية البرلمان، إنما نتحدث عن استمرار الملكية الدستورية بصورة جديدة. طيب لو تبقى معي سيد مراد، انضم إلينا يونس. لو تبقى معي، معنا الآن يونس مجاهد وهو رئيس النقابة الوطنية الصحافة المغربية من الرباط. مساء الخير سيد يونس. مساء الخير سيد يونس، ما تفسيركم لهذا التعامل العنيف من قوات الأمن والمخزن كما يقول في حركة 20 فبراير مع المتظاهرين، وهناك البارحة مئات من الجرحى؟ نحن نعتبر بأنه أي تعامل عنيف مع المتظاهرين مسألة مرفوضة مبدئيا، لأن الأمر يتعلق بممارسة حرية التعبير، فلا يمكن أن أدخل في التفاصيل لأنني لم أحضر ولم أشاهد ما حصل في هذه التظاهرات، لأن هناك معطيات ربما متضاربة. لكن موقفنا المبدئي واضح، نحن ضد كل أعمال العنف التي يمكن أن تقوم بها السلطات العمومية من أجل تفريق مظاهرات أو من أجل ربما الحفاظ على الأمن. هذا لا يستدعي التدخل العنيف والمواجهات. نحن في النقابة نشتغل على واجهتين. الواجهة الأولى أولا هي حماية الصحفيين، لأننا نعتقد أن الصحفيين ينبغي أن يقوموا بدورهم في تغطية كل الأحداث كيفما كان نوعها. والجانب الثاني، أنتم في النقابة عفوا سيدي مستقلة أم حكومة سيدي؟ تخضع للرقابة الحكومية؟ عفوا لم أسمع جيدا السؤال. في النقابة أنتم مستقلون، لديكم قراركم تتخذونه، أم هناك رقابة حكومية عليكم في كيفية تغطيتكم للأحداث؟ نحن أولا كنقابة لا نغطي الأحداث، نحن نقابة نمثل جزء أهم من الجسم الصحفي، وهذه نقابة
قديمة في المغرب ليست جديدة، وهي مستقلة عن كل الهيئات الرسمية والحزبية وغيرها. لماذا أنا سألتك أستاذ يونس؟ لأن هناك بعد خطاب العاهل المغربي صارت هناك يعني كأن الشرطة وقوات الأمن والمخزن أخذ الضوء الأخضر بقمع أي تظاهرة، وهو لم يحدث قبل الخطاب الملكي الأخير. طبعا أنا لا يمكن أن أرد على هذا السؤال، لأن هذا موضوع ينبغي أن يوجه إلى الحكومة أو إلى المخزن. أنا ما أرد، ما يهمني بالأساس هو موضوع أولا حماية الصحفيين، الجانب الثاني يهمني مسألة ممارسة حرية التعبير، لأننا نحن جزء من الشعب المغربي، وبصفتنا عامة ليس لا يهمنا فقط موضوع الشعب المغربي، في أي مكان من العالم كانت هناك عملية قمع أو خرق لحقوق الإنسان أو انتهاكات نحن ضدها، لأننا نعتبر نفسنا جزءا من حركة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم. إذا نحن في هذا الصدد واضحون في هذا الشأن، وبالنسبة لنا الموقف المبدئي هو موقف ساري في كل ما يحصل في المغرب. طيب أستاذ مراد راتون، لو سمحت لي، يعني أنتم في 20 فبراير الآن، ما هي خططكم؟ ما هي توجهاتكم؟ هل إلى مزيد من التصعيد؟ هل ربما تنتظرون ما ستسفر عنه بعد الهيئة المنتخبة ستحل محل الحكام المعينين؟ ستخول أيضا باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأقاليم؟ هذا كله يعني ألا يرضيكم إلى حد ما كحركة شبابية؟ نعم أخي، نحن سنواصل احتجاجاتنا وسنصعد الاحتجاجات، ونحن قررنا موعد أو أعلنا عن موعد آخر وهو 20 مارس، أبدأنا له تعبئة كبيرة. تقصدون يوم الأحد المقبل يعني؟ يعني يوم الأحد المقبل، وقررنا أن نقوم بمسيرة شعبية في ساحة النصر وكذا في عدة مدن مغربية أخرى. نحن سنواصل الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبنا. باختصار، أهم مطالبكم غير الملكية البرلمانية، هل هناك شيء آخر؟ فقدنا الاتصال مع مراد راتون، وهو عضو في حركة 20 فبراير في المغرب. إن أسعفنا الوقت نحاول نتصل بك، لكن نعود إلى أستاذ يونس مجاهد. أستاذ يونس، الآن في ظل يعني هذه رغبة 20 فبراير وغيرها من الحركات الشبابية، هل هذا يقلق ربما الحكومة برغم كل التنازلات التي قدمتها في الخطاب الملكي؟ أنا لا أعرف ما هو موقف الحكومة، ولكن يمكن أن أتصور مثلا بأنه بالنسبة للحكومة هي فيها أحزاب سياسية، فيها عدة تعبيرات، لذلك من الصعوبة أن نقول أن ربما موقفها موحد. لكن ما يمكن تسجيله هو أنه بصفة عامة الأحزاب السياسية المغربية المشكلة للحكومة وحتى بعض الأحزاب المعارضة استقبلت بإيجاب الخطاب الملكي، واعتبرت بأنه يفتح أفاق مهمة للتغيير، وأن السقف الذي حدده الخطاب الملكي فيه أفاق واعدة لإصلاحات دستورية وسياسية عميقة. طبعا الآن كيف سيترجم هذا على أرض الواقع؟ من خلال النصوص ومن خلال الاقتراحات ومن خلال المشاورات التي ستتم. أظن بأن هنا سيكون مربة الفرس، أن ما يهم الآن التفصيل كيف ستتم بلورة هذه الملامح الكبرى لما جاء في الخطاب الملكي على أرض الواقع. شكرا جزيلا لكم يونس مجاهد، وهو رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كنت معنا من الرباط.